عليه الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنكون النهاردة شرح كده لمنطقة محلات بس معمولة بطريقة راقية قوي فخمة جدا. المنطقة دي منطقة سياحية زي ما حضراتكم شايفين كده في منطقة سانت كاترين. هم عبارة عن 16 محل أو بازار، أربعة في أربعة وأربعة في أربعة، وفي النص في دورة مياه رئيسية وغرفة كهرباء. المحلات دي كلها مكيفة من الداخل وفيها أجهزة إنذار حريق وإنذار كده. حواليها منطقة زي ما حضراتكم شايفين كده باركينج كبير للمنطقة هنا قدام النادي الاجتماعي. الكلام ده كله محفور في وسط الجبل زي ما حضراتكم شايفين كده من ورا، محفور في وسط الجبل عشان تنزل المنسوب بتاعه، وبتغطي زي ما حضراتكم شايفين كده متغطي ب سكيلتون من الحديد ومتغطي بخشب التك زي ما حضراتكم شايفين كده. منظر رائع جدا ويدي منظر جميل، والتكييف بتاعه من فوق من علوي ومن خلف ان شاء الله، ومجهز طبعا لذوي الاحتياجات الخاصه، سلالم ليهم، مصاعد ليهم خاصه، ومكان ذات نفسه حواليه جبال جميله جدا، وقدامه ملعب جميل قدام النادي الاجتماعي برضه. حضرتك شايف النادي الاجتماعي بتاعه قدامه، مكان راقي قوي ومنطقه جذب سياحي يضاف الى منطقه سانت كاترين السياحيه. كما حركه المهندس الاستشاري شهود العفيفي، وصلي اللهم على محمد وعلى ال محمد.